هذا اليوم نهى عدد من المبادرات اللي بتنشط تحديدا ممكن نقول من الشباب، وهم في محاولة منهم لتغيير الصورة النمطية لبعض الأعمال والمهن اللي معروفة في شارعنا السوداني. مبادرات جميلة من شباب سودانيين، وواحد من الشباب اللي أطلقوا مبادرة في شارع النيل. خلينا ما نخوض في تفاصيل لأنه الزميل عزم الإمام اجتهد جدا في هذا التقرير. نتابع هذا التقرير ونرجع نتواصل من جديد. الظروف بتجبرك أنك أنت تكون يوم من الأيام ما عندك خلفك يعني حاجة، حتى ممكن تكون موظف وما قادر تكفي متطلبات الحياة اليومية. فجاءت الفكرة بتاعت أنه معلومة أشيل جردل ده وأمشي أغسل العربات في شارع النيل. بدأ لنا في ترجمة فكرة مبادرته تلك عمليا بغسل العربة التي حملتنا إليه، فتشاركنا معه ذلك، فما كان منه إلا أن استقبلنا بهذه الابتسامة التي تعبر عن عزمه على مواجهة الظروف مهما عدت عواصفها. أنا يوسف عوض الكريم إدريس، المعروف بيوسف الدوش، خريج جامعة تزعيم الأثري، كلية العلوم السياسية والتخطيط الاستراتيجي 2009. وزي كل حال الشباب السودانيين، الشباب السودانيين اللي بيعانوا من إيجاد فرصة بتاع عمل ووظيفة في هذا السودان الحبيب، رحلة بتاع عمل طويلة جدا ومعاناة من شركة لشركة ومن وظيفة لوظيفة، وفي النهاية وصل بين الحال، حتى جربنا مزالة الغربة والبر السودان، في النهاية وصل بين الحال لأنه ما في مفر أو ما في منفذ للشباب، الشباب ما قادرين يتحركوا، في حين أنه في فرص بتاع عمل ممكن المجتمع بيعليها كنظرة بتاعت أنها هي نظرة يعني فرص عمل هامشية، أو العمل المعين ده عمل هامشي، ما مفترض يشتغلوا زول عنده شهادات جامعية أو أنا اتخرجت من جامعة كده أو أنا اشتغلت في شركة كده أو كنت يوم من الأيام أنا فلان الفرتكاني. تلك الظروف التي يتعايش معها معظم من هم في عمره من أبناء الشعب السوداني دفعت بالشاعر يوسف الدوش ليعمل في غسل السيارات في شارع النيل بأم درمان، حيث وجدناه يحمل هذا الوعاء البلاستيكي وهذه القطعة القطنية التي يشابه لونها نقاء سريرته. حينما بدأ يتحدث إلينا وهو يرمي بفكرته تلك إلى ما هو أبعد من كونه عمل ومهنة أجبرته الظروف المعيشية على أن يكسب منها ما يعينه على زيادة دخله اليومي في ظل أزمة اقتصادية وشح للوظائف المجزية التي تستوعب الشباب في القطاعين العام والخاصة، فضلا على عدم وجود إجابات لأسئلة العدالة الاجتماعية في بلاد توصف بأنها من أغنى بلدان العالم بمواردها. في الموقع ده هنا اللي هو قصاص صيدلية الليدر في أبروف، لقينا الكشك ده، قلنا فكرة أنه يكون مشروع مع صاحبة الكشك، أنه يكون مشروع بتاع كافيه والناس تشرب قهوتها وشاييها وزلابيتها وتغسل عربيتها وتمشي. ما أن أطلقت تلك المبادرة سرعان ما وجدت قبولا في الأوساط الشبابية وانتشارا واسعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ويحكي يوسف عوض الكريم إدريس الذي اشتهر بيوسف الدوش بفخر وإعزاز عن انضمام طالب المستوى الثاني بكلية الطب جامعة شندي مصعب كأول رفيق له في مهنة غسل السيارات. فلقيت نفسي في الحاجة دي ونزلت منشور على صفحتي في الفيسبوك انه انا بغسل عربات في شارع النيل، حددت موقعي. بعد ذاك سبحان الله لقيت القبول من الشباب في المقام الاول، يعني كمية من الشباب اتصلوا علي ورسلوا لي رسائل في الماسنجر انه يا يوسف احنا دارين نشتغل معك. فالمفاجأة كان انه واحد من الشباب جاني من الثورة تقريبا الحارة ما اعرف 28 29 مكان بعيد لحدي شارع النيل برجلين وشايل جردله في يده. فبعد ذاك لما خشيت معه في دردشة وسألته انت منو وتفاصيلك شنو، اكتشفت انه طالب طب بيقرا في جامعة شندي سنة ثانية طب. فأكبرت فيه الحاجة دي وحسيت بانه فعلا ده حاجز كبير جدا الشباب ما قادرين يكسروه. مصعب ده يتكلم عن انه يا اخي هو بيخجل انه يشيل جردله من الدفعة من غيره من الناس والمجتمع يشوفه هو شغال بغسل عربات. يبدو ان الدوش صاحب 33 عاما والمعروف على منصات التواصل الاجتماعي بقصائده ذات الطابع الثوري واللونية الشعرية حملت هموم التعبير عن تطلعات الجماهير، اراد من خلال مبادرة غسالين شارع النيل بأم درمان ان يكون ملهما لغيره ويفتح الباب واسعا امام الشباب الذين ظلوا يترددون عن الانخراط بالعمل في مهن كهذه تجنبا للوصمة الاجتماعية.
فما كان له إلا أن حقق ما يريد تحقيقا لشعارات ثورة. كان البناء والتشجيع على العمل والإنتاج من أولى أهدافها. مصعب وغير مصعب، وكمية من الشباب جو للمبادرة وتوسعت المبادرة، بقت كبيرة جدا، انضموا لها يعني عشرات الشباب بمختلف المهن بمختلف الدراسات، ومخرجين وطلبة جامعين. بعد ذاك المبادرة ذاتها انتقلت لمناطق تانية، يعني أنا في شباب كتار حاليا في شارع النيل، الخرطوم بغسل عربات من المبادرة، في بحري، في غيره في غيره. والفكرة في أنه ما يعني دعوة للشباب أنه يا أخواننا تعالوا في المبادرة واشتغلوا غسل عربات، أبدا. شيل جردلك، أطلع برا بيتكم، شارع الرئيسي قدام بيتكم، غسل عربات. أي إن كان مهنتك شنو، أي إن كان درجتك الوظيفية، أو أي إن كان سحنتك أو لونك أو جنسك شنو، دي ما عندها علاقة بالمهنة اللي أنت هتشتغلها. يعمل الشاعر يوسف الدوش بنظام دوامين في اليوم، حيث يلتحق في الفترة الصباحية للعمل في مكان لم يفصح لنا عنه مقابل أجر شهري يصل إلى 15,000 جنيه، وينتقل مساء إلى شارع النيل بأم درمان لغسل السيارات، وبعد أن اختط لنفسه مهنة جديدة عبر هذه المبادرة انضم إليه عشرات الشبان للعمل برفقته. إحنا أنا كنت بأخذ يعني مرتب 500 جنيه في اليوم، بأخذ بصرف 15,000. طبعاً دي حتعمل ضجة كبيرة جداً للموظفين، يعني راتب كبير 15,000 في الشهر يا سلام. لكن 500 جنيه في اليوم لما تجي تركب منها مواصلات، تفطر منها، لو دفعت ليزول معك في المواصلات أنت راتبك انتهى. فجاءت الفكرة بتاعت أنه يا أخي يا إما تشتغل حرامي يا إما تشتغل لك مهنة إضافية. مهنة إضافية موظف دبل ما بتقدر عليها. فجاءت الفكرة بتاعت أنه أغسل عربات، فغسلت عربات. الدخل بتاعه مجزي جدا، العربية ب 350 ب 400 جنيه عربية واحدة. طبعا دي ثورة يعني ما قروش وما فيها حاجة، وكثير من الشباب شغالينها. في كثير من الناس بيسألوا انه يا يوسف يا اخي يعني شنو انت عملت، شنو الجديد، شنو ما هدل الناس دي شغالين عربات. اي الناس دي شغالين بغسل عربات، لكن ما كل الناس. وجوانا احنا كسودانيين وكشباب سودانيين جوانا في انفة عزة نفس كبيرة جدا، انه انا اشتغلت او قريت ما هشتغل الشغل. لا، بتلك العزيمة وهذا الإصرار مضى يوسف الدوش في عمله وهو يغسل السيارات بخطوات مليئة بالاعتزاز والفخر، حتى كللت هذه التجربة بالنجاح، وهو يكن مشاعر الود والامتنان لأولئك الذين وقفوا معه وشدوا من أجره في هذا المشوار.